رح نتعلم اليوم طريقة سهلة لتصحيح الأنف الكبير بواسطة المكياج. الأنف العريض والكبير غير مستحب في معظم الأحيان. هن خطوتين، الخطوة الأولى تغميق المحل اللي بدنا نصغره وتفتيح المحل اللي بدنا نبرزه. وطبعاً لتثبيت الشيء اللي عم نعمله بدنا نحط له باودر، كمان بنستعمل الباودر الغامقة مطرح ما غمقنا. والباودر الفاتحة مطرح ما فتحنا. نصيحتي إلك تبعد التركيز عن منخورك عن الأنف، منركز على مكياج العينين منبرزهم وعلى الفم.